إذن حليمة بولند أمام موجة جديدة من الانتقادات الساخرة والتعليقات اللي عم بتهاجمها على مواقع التواصل الاجتماعي. السبب هالمرة لمهاجمة الإعلامية الكويتية الشهيرة هو العيدية اللي قدمتها لبناتها كاميليا وماريا. شو اللي صار؟ اللي صار ببساطة إنه يوم العيد قامت حليمة بولند بتصوير فيديو وهي عم تعطي بناتها العيدية على طريقة كل الأسر والعائلات العربية والمسلمة بهيدا اليوم المبارك، لكن اللي ما استوعبوا الجمهور هو حجم هيدي العيدية. فشفنا نحن بهيدا الفيديو بناتها لحليمة بولند واقفين عم يستلموا من أمهم رزمة مصاري بقيمة 100,000 دولار كل بنت من هيدول البنات، حتى أنه مش بس المشاهدين انصدموا، حتى أنه البنات انصدموا من هيدا الموضوع وسألوها شو هيدا دولار؟ فردت حليمة بولند على بناتها وقالت لهم أنه إيه هيدا دولار، لأن ما كانت بالكويت خلال الفترة اللي سبقت العيد وكل اللي معها هو يا أما بالدولار يا أما باليورو. هيدا الفيديو كلام وتعليق حليمة بولند أثار موج كبير كثير من السخط والتعليقات الساخرة على مواقع السوشيال ميديا، لأنه كتار حسوا بأنه هيدا الفيديو مبتذل على حد تعبيرهم طبعا، ومحاولة للتفاخر بأموال ولفت الانتباه، فيما تساءل طرف آخر من أين لك هذا؟ لكن طبعا هيدي الموجة من الانتقادات مش جديدة على حليمة بولند اللي بتتعرض بشكل دائم للكتير من الانتقادات وكتير من المضايقات والسخرية بسبب تباهيها بالأموال والثروة اللي بتمتلكها بين حين وآخر، واستعراضها للكتير من الفيديوهات اللي أثارت فيهم الجدل من قبل، سواء فيديوهات مشابهة أو فيديوهات على صعيد مختلف. على كل الأحوال كتار بحبوا حليمة بولند وبدافعوا عنها، وحليمة نفسها بتقول بفيديوهاتها إنها ابنة عز وأنه عندها كتير أموال وليس فقط من مجال عملها. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.